بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم جميعا وأهلا وسهلا بيكم ووحشتونا جدا. النهاردة هنعمل لكم كوردون بلو مع مكرونة بالكريمة ونشوف مقاديرنا وخطوات بتاعتنا واحدة واحدة. أول حاجة معايا صدر فراخ ومعايا المكرونة مسلوقة جاهزة ومعايا البقسماط والدقيق والبيض والسموك بيف المدخن. ما عنديش سموك بيف، ممكن أحط أي لحمة مدخنة. وعندي الجبنة الشيدر وعندي الزبدة والخضار اللي هجرنش بيه الطبق بتاعي. هنشوف مقاديرنا واحدة واحدة ونمشي خطواتنا هنعمل ايه. اول حاجة اجيب كيس بس عشان هي هقطع ليه، هنقطعه ونبط الفراخ مع بعض خطوة بخطوة. بفتح صدر الفراخ الاول من النص كده زي ما احنا شايفين، و هبط الفراخ دي على الكيس زي ما احنا شايفين مع بعض اهو. نجيب المبط بتاعنا خلاص كده. انا بطيت الفراخ اهيت، ايه هنحطها على البلانشا ونحط السموك بيف. زي ما احنا شايفين اللي هحشي عليه المكونات بتاعتي، وهحط الجبنة الشيدر وهقفل المكونات دي وهبدأ هعمله بانيه. بانيه ده عبارة عن ايه يا جماعة؟ بيض وشوية لبن وعليهم ملح وفلفل، شوية فلفل وملح، وهقلبهم تقليبة بيض مع شوية لبن اهمت وملح وفلفل، وهحط الفراخ ادي البيض واللبن وادي الدقيق وادي البقسماط. زي ما احنا ماشيين كده هنبدأ خطواتنا، هنحطها الاول في الدقيق وبعد كده في البيض. لازم اقفلها كده بالراحة كده، الدقيق قفلها معايا اهي، وبعد كده على البيض والبقسماط. بس هجيب له طبق عشان هنضيفه شوية على قد الفراخ اللي عندي، وهقلب الفراخ اهيت تشرب من اللبن والبيض، وهحطهم في البقسماط. هضيف شوية بقسماط برضو على الفراخ من فوق، وهنتك عليها ونقفلها قفلة كويسة زي ما احنا شايفين. اهوت زي ما احنا شايفين كده قفلت الصدر بتاعي، ولازم يقعد في التلاجة شوية على أساس ساعة أو ساعتين يمسك فيه البقسماط والدقيق والبيض واللبن. وبعد كده أنا عندي واحد جاهز عشان الوقت بتاعنا، عندي واحد جاهز أهوت
هنسويه مكان ده على ما ده يسيبه في ثلاجتنا ويريح شوية. هنبدأ نجهز النار بتاعتنا ونمشي بالخطوات واحدة واحدة. الطاسة اللي هعمل فيها الفراخ اللي هي الكوردون بلو، وممكن الكوردون بلو يا جماعة يتعمل من كذا حاجة هنقول لكم عليها، بس نحط الزيت بتاعنا ونسيبها ان انا هقليه على النار، عايز زيت كتير. وعندي طبق المكرونة اللي هو بالكريمة، هنشوفه واحدة واحدة هيمشي ازاي. يبقى انا كده ممكن اعمل الكوردون بلو من الفراخ، وممكن اعمله من اللحمة البيتيلو، وبجيب القطعتين اللحمة ببطهم برضو على البلانشة كده بكيس، بفردهم واحط الحشو بتاعي في النص اللي هو السموك بيف والجبنة اللي عندي، واقفله بالحد كده بالسكينة كده بالظهر السكينة، واقفله واعمله بانيه زي ما احنا شفنا الخطوات، البيض واللبن مع بعض. الاول بحطه في الدقيق عشان الدقيق بيخلي الحاجه تمسك معايا، الدقيق بيخلي الحاجه تمسك معايا وتقفل معايا. بعد الدقيق بحطه في البيض واللبن، وبعد البيض واللبن احطه في البقسماط ويطلع معايا بالشكل ده زي ما احنا عملنا الفراخ معاكم. ممكن تعمل اللحمه كذلك نفس النظام اللي هي لحمه البيتلو اللي ما بتاخدش سوى كتير على النار. شوف النار بتاعتنا اهي، الزيت بتاعنا سخن اهو، نحط فيه الصدر الفراخ بتاعنا واسيبها تستوي براحتها. هنبدا نعمل المكرونه بتاعتنا. المكرونه عندي مسلوقه وهعملها بالكريمه والزبده وسنه لبن بسيط. اول حاجه هحط زبده وزيت، شويه زيت اهمت ومعلقه زبده، وهقلب على النار. هناخد طعفير الدقيق صغيرة وندي تقليبة، وهنضيف اللبن مع الكريمة يقصروا معايا، ونشوف واحدة واحدة الفراخ بتاعتنا عملت ايه. ادي الفراخ بتاعتنا اهي، الصوص بتاعنا عايز لبن وكريمة. واسيبه يجلس على النار واحدة واحدة، وهديله الملح والفلفل. وممكن هديله سموك بيف، شوية ملح، بما ان انا عامل الكوردون بلو بالسموك بيف والجبنة، هديله سموك بيف ويبقى ممكن اسمها سباكيتي كاربونارا زي ما احنا شايفين اهي. وهدي تقليبه ونبص بصه على الفراخ بتاعتنا نشوفها عملت ايه.
لسه ما استوتش. تشيل بس حتت من البقسماط. ونقلب الصوص بتاعنا. وكده انا قربت اخلص الطبق واحده واحده كده، بس لسه الفراخ ما استوتش والصوص عندي جاهز زي ما احنا شفنا. زبده، دقيق، شويه لبن، كريمه، ومع السموك بيف. والفراخ عندي بتستوي اهي. هنقلب الفراخ كده تقليبه بالراحه. ادي اهوت واحده واحده. وعند الصوص بيغلي اهوت، نشوف الطعم بتاعه والتست بتاعه عامل ايه. طعم جميل وطعم لذيذ. وادي احنا مع الفراخ واحده واحده على ما تستوي. وزي ما احنا قلنا المكونات بتاعتنا السموك بيف والجبنه الشيدر. لو ما عنديش جبنه شيدر ممكن احط اي نوع جبنه مش فارقه، بس هو اساس الكوردون بلو الجبنه الشيدر مع السموك بيف المدخن. ما فيش سموك بيف ممكن احشي لانشون، ممكن احط اي حاجه مدخنه احطها مع الفراخ. هندي تقليبه مع بعض. وهدي النار شويه واضيف المكرونه بتاعتي. انا عايز على قد طبق واحد. طبق المكرونه يا جماعه زي ما احنا حطينا بالظبط المكرونه اهيت. وهنديها تقليبه واسيبها تشرب من الصوص بتاعنا. كده عندي المكرونه ضفتها وقلبت، تشرب من الصوص بتاعنا وتتشرب كده وتسخن كده معانا. ونبدا نغرف الطبق بتاعنا. كده الكوردون بلو بتاعي استوى وطفيت عليه. اسيبه برضو شويه كده. على النار الهاديه كده. وابدا اجهز الطبق اللي انا هغرف فيه بتاعي. هندي تقليبه للمكرونه لسه كده تتشرب شويه. والفراخ بتاعتنا ده خلاص كده استوت وطفينا عليها. والمكرونه بس تغلي غلوه ونشيل ونغرف طبقنا. الطبق ده انا عايز اجرنشه جرنش كويس يظهر معايا الطبق ويديني شكل جميل. هجهز عود الريحان بتاعي زي ما احنا شايفين. وكده الطبق بتاعنا يعتبر خلص والمكرونه سخنت اهيت. نشوف الفراخ بتاعتنا كده. الفراخ كده استوت. نشيل الطاسه بتاعتنا. وهقطع الفراخ تقطيع الحاجه البسيطه اللي هي اتحرقت دي. الصدر كبير فبيستوي براحته. وهقطعها نصين بالراحه. وعند المكرونه
جاهزه وشربت اهي. هنجيب الطبق واحده واحده مع بعض، تغلي اهي وزي الفل. ده تقليبه بسيطه واغرف الطبق بتاعي. تمام كده. وهحط التشيكن كوردون بلو. نظف البلانشة بتاعتي. وطبقي اللذيذ ده. ونبدأ نجرنش الطبق مع بعض واحدة واحدة. تعبي ومجهودي لازم أظبطه في الآخر وأخلي الطبق بتاعي كويس وشكله جميل ولذيذ. عود الريحان بتاعي أهوت. عود الريحان أهو. وهنحط له طماطم شيري. طماطم الشيري اهي قطعها نصين. زي ما احنا شايفين مع بعض اتنين اهمت. وواحدة كده برضو. واحدة هنا العكس. وكده أنا شطبت الطبق بتاعي وخلصته. ونقول المكونات مع بعض من الأول. أول حاجة يا جماعة، أنا عندي المكرونة الاسباجيتي مسلوقة جاهزة، وعندي الكريمة، وعندي اللبن، وعندي البيض، وعندي البقسماط، وعندي الدقيق. اول حاجه بجيب صدر الفراخ بفتحه نصين اتنين. نفتح الفراخ نصين اتنين ونحشي فيه السموك بيف والجبنه ويبقى نعمله بانيه. وبعد كده نخلصه ونسيبه يريح شويه في الثلاجه ونسويه. وزي ما احنا شفنا مع بعض كده نطلع فاصل ونكمل مع بعض.